والنادي الاهلي دايما هو السباق في كل شيء. لسه مكمل معاك كابتن ميدو، معايا كابتن بيسا. طبعا برحب بحضرتك في النهايه، وانت اكيد عضو جمعيه عموميه. رايك في التواصل مع المهندس محمود طاهر سواء النهارده امبارح او امبارح في الجزئيه الخاصه بالتحديد باللائحه الخاصه بالنادي الاهلي؟ والله بص، هي الندوه يعني على ما اظن الندوه النهارده يعني تعتبر لمت حاجات كتير قوي للاعضاء. كان برضو في لسه الاعضاء مش فاهمه شويه حاجات. انا طبعا مبدئيا ضد اللائحه الاسترشاديه، والناس كلها عارفه كده وده رايي، لان انا شايفه ان النادي الاهلي مش نادي صغير. نادي الحمد لله الجمعيه العموميه بتاعته بتتكون من ناس، من الوزير للسفير للمستشار لاكبر ناس عندنا جوه النادي، حجه في التاريخ وحجه في القانون، فمن حقنا ان احنا نعمل لائحتنا وقوانيننا. وبعدين على مر السنين احنا 110 سنه طول عمرنا بنحط قوانيننا ولوائحنا، فاحنا مش صغيرين ان حد يحط لنا القوانين واللوائح. واللائحه الاسترشاديه معلش سوري يعني انا قريتها كذا مره علشان اعرف هي في ناس موافقه عليها ليه، انا مش عارفه هي موافقين ليه، وان هي فرض ليه يعني، وشروطها تعجيزيه ليه؟ ليه لازم ابقى 12600 في جو حر ومصيف، و يا اما تبقى اللائحه الاسترشاديه دي حاجه بلبسها يعني. اقول لحضرتك ان اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي عندهم الوعي الكامل ان هم ضروري يكونوا متواجدين بالاعداد المطلوبه عشان نقدر نكرر اللائحه بتاعتنا. والله طبعا الجمعيه العموميه عندنا في النادي الاهلي وقت الجد فعلا بتظهر، يعني لما بيحسوا ان في خطوره او زيهم زي اي حد يعني، ممكن تبقى الدنيا ماشيه كويس فما فيش مشكله، لكن لما بيحسوا ان في بقى مشكله لا، النادي الاهلي كله بقى المفروض يتكاتف مع بعضه، لان دي مصلحه الكيان مش مصلحه اشخاص. احنا بنتكلمش الاشخاص، احنا باذنك يا رب يعني طول عمرنا في انتخاباتنا في جمعياتنا ناس عارفين ايه اخلاق النادي الاهلي، ايه مبادئ النادي الاهلي. عمر ما حد يقدر يغلط في حد من رموز النادي الاهلي، لان كلهم اخواتنا ومتربيين معاهم. لكن في وقت من الاوقات لما يبقى في حاجه لازم كلنا نقف، لازم كلنا نقف ضد خاصه باعضاء النادي نفسهم بغض النظر مين مجلس اداره النادي او حاجه. هو اعضاء النادي الاهلي هم اللي بيكروا اللائحه الخاصه بيهم، وده اهم شيء بالنسبه لي. انت اساسا بتتكلم على اساس، ده اساس النادي الاهلي واساس ولاد النادي الاهلي واساس الرياضيين اللي في النادي الاهلي. انت بتتكلم على لائحه بتعمل كام رياضي لمصر نفسها؟ انت بتطلع، انت عارف بتطلع كام لعيب من النادي الاهلي في مختلف الالعاب بيمثلوا مصر؟ يعني النادي الاهلي ده الرياضه في مصر، معاه يمكن برضو انديه تانية مش النادي الاهلي لوحده، بس الجزء الكبير يمكن 80% من منتخبات مصر طالعه من النادي الاهلي. يعني انت المفروض ان انت تساعد النادي الاهلي في نجاحه مش توقف له نجاحه. بس ان شاء الله باذنك يا رب يعني انا قريت اللائحه بتاعتنا وقريت اللائحه الاسترشاديه. اللائحه بتاعتنا على فكره الناس اللي لازم، انا بقول لكل الناس لازم تقروها، لازم يبقوا عارفين برضو ايه القوانين واللوائح بتاعت النادي الاهلي. وبعدين في حاجه مهمه جدا، انت اللائحه بتاعتنا 90% منها من اللائحه القديمه بتاعت المجلس القديم بتاعت كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب والمجالس القديمه اللي هي وكابتن او الفريق مرتجي والناس دي، ما هياش حاجه جديده او سحر، 90% منها. وزاد عليها كام بند بس اللي هي ضد اللي حصل في اللائحه الاسترشاديه، ان ما جنسيه، ان فجاه تلاقي رئيس النادي الاهلي يهودي او قطري او ما ينفعش يا جماعه الكلام ده، ما ينفعش. فدينا بنحاول وان شاء الله الجمعيه هتكمل باذنك يا رب هنا يوم 25. واعضاء النادي الاهلي انا عندي ثقه رهيبه فيهم زي ما شفت النهارده كده. ندوه يعني ممكن كل الناس تقول لك ايه ندوه يعني، اقعد اسمع بقى الناس بترغي وبتاع، ويقعدوا مع اولادهم كله اتلم وجه وقعد وسمع عشان هم فعلا عايزين يعرفوا، وهتلاقيهم موجودين يوم 25 باذن الله. العفو. طبعا دي كانت لقاءات